أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 56 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمملكة إلى 7922 حالة وتعافي 456 حالة. المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي تقوم تشخيص لفيروس كورونا كوفيد-19 مغربي 100%. وبالعيون اجتماع للجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية لتدارس وضعية بعض القطاعات الاقتصادية لبحث سبل إنعاشها. أهلا بكم. مستهل النشرة من مدريد وانتكاسة جديدة للبوليساريو، هذه المرة من العدالة الإسبانية، حيث منعت المحكمة العليا الإسبانية وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد الاستخدام المؤقت أو الدائم للأعلام غير الرسمية أو أي تعبير سياسي آخر سواء داخل المباني العامة أو خارجها. ويشكل قرار المحكمة هذا صفعة جديدة لجبهة البوليساريو التي تخسر مرة بعد أخرى المزيد من المساحة في إسبانيا. ووفق قرار المحكمة، فإن استخدام الأعلام والشعارات أو الرموز غير الرسمية مثل تلك التي يستخدمها انفصالي البوليساريو في المباني والأماكن العامة لا يتوافق مع الإطار الدستوري والقانوني الحالي أو مع واجب التحفظ والحياد المفروض في الإدارات الإسبانية. تقرير لغالي الجرحي. يوما بعد يوم يشد الخناق وتضيق المساحة على جبهة البوليساريو أمام تبدد الوهم وإفلاس أطروحات لطالما سوقت لها الجبهة داخليا وخارجيا. انتكاسة جديدة للجبهة ولمناصريها هذه المرة من إسبانيا، حيث منعت المحكمة العليا الإسبانية وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد الاستخدام المؤقت أو الدائم للأعلام غير الرسمية أو أي تعبير سياسي آخر سواء داخل المباني العامة أو خارجها. صفعة للانفصاليين بحظرها استخدام شعاراتهم وأعلامهم في الأماكن العامة. ويشكل قرار المحكمة هذا ضربة موجعة للبوليساريو التي تواصل إحصاء خسائرها في شتى الاتجاهات. ووفق قرار المحكمة، فإن استخدام الأعلام أو الشعارات أو الرموز غير الرسمية مثل تلك التي يستخدمها انفصاليو البوليساريو في المباني والأماكن العامة لا يتوافق مع الإطار الدستوري والقانوني الحالي أو مع واجب التحفظ والحياد المفروض في الإدارات الإسبانية. وشدد حكم المحكمة العليا على أنه لا يجب أن يكون علم البوليساريو سواء بشكل مؤقت أو بشكل دائم إلى جانب علم إسبانيا والأعلام الأخرى القانونية والرسمية، واضعا بذلك حدا ونقطة نهاية لأمر شاذ كان يحدث في بلد ديمقراطي مثل إسبانيا. وتأتي هذه الانتكاسة بعد أيام قليلة من صفعة أخرى تلقاها الانفصاليون نهاية شهر مايو الماضي بمناسبة الاحتفاء بيوم إفريقيا. وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا نشرت بهذه المناسبة على الحساب الرسمي التابع لوزارتها في موقع تويتر خريطة لإفريقيا تتضمن أعلام جميع الدول الأعضاء رسميا في الاتحاد الإفريقي باستثناء علم الجمهورية المزعومة. تواصل إسبانيا بهذه الخطوة نهجها الواقعي تجاه قضية الصحراء المغربية، ففي شتنبر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تأتي على أي إشارة إلى استفتاء تقرير المصير، ودفعت عن مركزية دور الأمم المتحدة في عملية التسوية السياسية لقضية الصحراء المغربية. العدالة الإسبانية إذن وجهت من جديد ضربة قوية لجبهة البوليساريو التي أضحت في عزلة تامة تتآكل فيها أطروحات عفى عنها الزمن. وللتعليق على قرار المحكمة العليا الإسبانية والنكسة الجديدة التي تعرضت لها جبهة البوليساريو، اتصلنا بالدكتور دريس لجريني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض لنستمع. القرار طبعا له أهميته باعتباره صادر عن أعلى هيئة قضائية في إسبانيا، وهو قرار سيادي بكل تأكيد سيسهم في التضييق على يعني الطروحات التي ما فتئت تروج لها البوليساريو من داخل إسبانيا،
وأعتقد بأن هذا القرار يأتي في سياق مجموعة من الضربات التي تلقتها البوليزاريو في الآونة الأخيرة، سواء تعلق الأمر بالرفض العالمي لمتاهات الانفصال سواء في إسبانيا أو في العراق، وكذلك في خضم الردود المتميزة والصارمة التي واجه بها المغرب، يعني مجموعة من الأوهام التي ظلت ترددها البوليساريو، سواء تعلق الأمر بوهم يعني الثروات الطبيعية، أو وهم حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، أو وهم آخر مرتبط ب يعني اختلاق أزمات في الأقاليم الجنوبية، وخصوصا على مستوى خرق وقف إطلاق النار. فبالتالي أعتقد بأن هذه ضربة تنضاف إلى باقي الضربات الأخرى التي تجسد أولا وعي المجتمع الدولي، ونحن نتحدث عن دولة وازنة ولها علاقات متينة مع المغرب، يعني وعيها أولا بعدالة الموقف المغربي، وكذلك خطورة توظيف يعني هذه السلوكيات التي من شأنها أن تمس بسيادة الدول. وكما قلت بأن الأمر لا يتعلق بقرار صادر من حزب أو قرار صادر من هيئة يعني عادية، ولكن نحن أمام قرار يعني صادر من أعلى هيئة قضائية إسبانية، يعني تبرز بأن الأمر له جديته، وستكون كما قلت لها أو سيكون للأمر انعكاساته على مستوى المزيد من عزلة يعني البوليزاريو فيما يتعلق بمواقفها وطروحاتها التي أصبحت أو أصبح واضحا للعيان بأنها لا تنسجم مع واقع الحال. وأيضا في ذلك كذلك تفهم للمجتمع الدولي كذلك لعدالة المواقف المغربية المتعلقة بالوحدة الترابية، وخصوصا بعد إطلاق مشروع الحكم الذاتي، وكذلك يعني استحضارا للجهود التي يبذلها المغرب، سواء تعلق الأمر بتنمية هذه الأقاليم أو فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية التي لها أو لها انعكاساتها الإيجابية على هذه الأقاليم أيضا. وفي مستجدات الحالة الوبائية ببلادنا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 56 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى حدود الساعة 6 مساء اليوم الأربعاء، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمملكة إلى 7922 حالة إصابة. منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة السيد معاذ المرابط قال إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، ليستقر العدد الإجمالي في 206 حالات وفاة. كما أضاف أنه تم تسجيل 456 حالة شفاء خلال الساعات 24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 6866 حالة شفاء. لنتابع التصريح. سجلت هذه الحالات الجديدة بكل من جهة الدار البيضاء سطات ب19 حالة، جهة مراكش أسفي 13 حالة، جهة طنجة تطوان الحسيمة 16 حالة، جهة الرباط سالة القنيطرة 6 حالات، وحالتين بجهة فاس مكناس، فيما لم تسجل باقي جهات المملكة أي حالة جديدة. انضافت ولله الحمد والشكر 456 حالة شفاء إلى مجموع المتعافين، ليصل العدد الإجمالي منذ بداية هذا الوباء، العدد الإجمالي للمتعافين في بلادنا إلى 6866، وترتفع ولله الحمد والشكر نسبة ومعدل التعافي إلى 86.7%،
أكثر بكثير من المعدل العالمي. ثلاث جهات الآن بالمغرب خالية من أي حالة نشطة، وهي جهة درعة فيلالت، الجهة الشرقية، وجهة الداخلة واد الذهب. وفي إطار الحرب المعلنة على جائحة كورونا، الكفاءات العلمية المغربية تواصل إبراز قدرتها وإمكانياتها الهائلة، حيث صممت المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي طقم تشخيص لفيروس كورونا مغربي 100%، اختبرته وصدقت عليه المصالح المختصة بكل من جهازي القوات المسلحة الملكية والدركي الملكي وكذا مؤسسة باستور بباريس. المؤسسة انكبت منذ بداية الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد على تطوير اختبار تشخيصي لهذا العامل الممرض والذي يتميز بدقته وبدرجته العالية من الحساسية والموثوقية وبتكلفته المتحكم فيها. تقرير لمحمد تروزي. طقم تشخيص للفحص عن كوفيد-19 يتميز بالدقة وبدرجة عالية من الحساسية والموثوقية وكذا تكلفة متحكم فيها، وبمجرد تطويره في المختبرات البيولوجية الطبية تم إخضاعه لسلسلة عمليات التحقق البيولوجية والفيروسية المرجعية التي مكنت من إثبات نجاعة وفعالية الاختبار حسب المؤسسة. هذا الطقم اللي طورت مؤسسة ماسير اللي هو ماسير سارس كوف 2 كيت عنده عدة خاصيات كتمثل أولا في أنه طقم كيكشف على الفيروس سارس كوف 2 بطريقة جد فعالة وجد حساسة اللي بيناتها النتائج ديال التطبيقات اللي قمنا بها على الصعيد الدولي والوطني واللي مختبرات رجعية اللي اكدت ان هذا الطقم النتائج ديالو في التشخيص فهي مماثلة لكل ما هو يستعمل في جميع المختبرات الدولية والوطنية. وعقب التجارب وضع الاختبار في نفس مستوى الاختبارات المستخدمة على الصعيد الدولي. من المرتقب إنتاج حوالي 10,000 طقم من هنا الأواخر شهر يونيو إن شاء الله، وهذا الأطقم هذه سوف تمكننا من تغطية أو تلبية حاجيات السوق المغربية وكذلك من ضمان استقلالية والأمن الصحي على المستوى الوطني إن شاء الله. إنجاز علمي يأتي في تنسيق دقيق مع المؤسسات والمصالح الوطنية المختصة في هذا المجال، حيث تمت المصادقة عليه من طرف القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي وكذا مؤسسة باستور بباريس. ولتعزيز البحث العلمي في هذا المجال، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أنها قررت تمويل 88 مشروعا من مشاريع البحث العلمي ذات الصلة بوباء فيروس كورونا المستجد. وأوضح بلاغ للوزارة اليوم الأربعاء أنه بعد الإعلان عن المرحلة الأولى من برنامج البحث العلمي في مجالات ذات صلة بوباء كوفيد-19 التي أسفرت عن تمويل 53 مشروعا، تقرر بشراكة مع الجامعات تمويل مجموعة ثانية من بين 147 مشروعا حصلت على رأي جد إيجابي من طرف الأقطاب الجهوية الجامعية الأربعة، وتم تقييمها من طرف خبراء المركز الوطني للبحث العلمي والتقني. وأفادت الوزارة بأن هذه العملية التي تندرج في إطار إيمانها بأهمية البحث العلمي ومساهمته في الحد من أثار جائحة كورونا وقدرته على إيجاد الحلول الناجعة في تدبير الأزمات الوبائية، أسفرت عن دعم 88 مشروعاً 70% منها تهم المجال العلمي والطبي والتكنولوجي، و20% تهم مجال العلوم الاقتصادية والسياسية، و10% تهم العلوم الإنسانية والاجتماعية.
وتشخيص الوضعية السوسيو-اقتصادية بجهة العيون الساقية الحمراء في خضم التدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد شكل محور اجتماع للجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية صباح اليوم، وضمن النقاش حصيلة تشخيصية لعدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بحث عن حلول تسهم في عودة نشاطها الاقتصادي. والمزيد رفقة علي الكبش وعبد الله المحمودي. حزمة إجراءات استباقية اتخذتها السلطات العمومية في جهة العيون الساقية الحمراء بعد دخول البلاد حالة الطوارئ الصحية، فوسط المؤشرات الإيجابية في تطويق انتشار الوباء الكوني محليا ووطنيا، أضحى التفكير اليوم يتجه صوب إعادة الحياة الاقتصادية مع احترام التدابير الوقائية المعمول بها. قروض بنكية لكي مستحقات لسيسها باش يتم الدعم حتى يتخفف على الناس باش ينطلقوا في رجع النشاط ديالهم. إعادة شريان الحركة تدريجيا في الأفق لبعض المهن الخدمية انسجاما مع قرارات السلطات المركزية بعد قرار إيقافها في وقت سابق، تبدو جهود البحث عن الممكنات الكفيلة بذلك من أجل انتعاش النشاط الاقتصادي المحلي. تكلمنا عن قطاع المصبنات، عن قطاع الحلاقة، عن قطاع يعني التجار الصغار، يعني أصحاب يعني الملابس الجاهزة، أصحاب العطور، يعني كل هذه يعني الشرائح اللي صراحة كان هذا الحجر الصحي أثر عليها بطريقة مباشرة. الحمد لله كي قلت أنه النتائج لم تصل يعني الى يعني مستوى كارثي، رغم ان هناك ضرر صراحه، يعني نكونوا واضحين هناك ضرر في هذه القطاعات كلها. نتمنى ان شاء الله انه تضافر الجهود من خلال يعني المنتخبين، من خلال السلطه المحليه، من خلال يعني سياسه الحكومه اللي كتنهج في هذا الاتجاه، على انه تكون هناك حلول عاجله. هذا غادي يعطي ديناميه كبيره للاقتصاد المحلي، وغادي يمكن حتى الوحدات الصناعيه باش تشتغل بالطاقه ديالها القصوى، وهذا غادي يكون عنده تاثير كبير على التموين ديال الوحدات الصناعيه اللي كاينه هنايا في الجهه واللي خارج الجهه. بطبيعه الحال بزاف ديال الاجراءات اللي دارت وكانت ناجعه باش القطاع ديال الصيد البحري يبقى غادي تمر الامور ديال النشاط ديالو في احسن ظروف. وقع القرارات المتتاليه منذ الاعلان عن حاله الطوارئ الصحيه على الوضعيه الاقتصاديه جهويا لم يخرج عن معطى الاستحضار التشخيصي في محاوله لتوحيد الرؤى محليا من اجل اعاده الحياه لبعض القطاعات من بينها المجال السياحي. من جملة المقترحات اللي اقترحناها في هذه لجنة اليقظة هذه، منها أولا بعد تحديد انطلاقة الموسم السياحي كاقتراح، أين تلهي يبدأ. ثانيا ضرورة إعادة جدولة القروض اللي هي كانت على هذا الناس، لأننا نعرف على أن هذه المقاولات كاملين جهدهم كامل عنده قروض بنكية، إذا لابد من النظر حتى في ذاك لطو اللي هو كان مطروح على هذه المقاولة، ونعرف على أن الجائحة يعني ممكن تؤدي حتى لإفلاس هذه المقاولات. مواكبة القطاعات المتضررة جراء الظرف الراهن من عمل لجنة اليقظة الاقتصادية الجهوية، وفي الأفق إجراءات لعودة مياه الحركة إلى مجاريها الاقتصادية داخل جهة سجلت أدنى معدلات الإصابة بالفيروس وطنياً منذ ظهوره بالبلاد. ولضمان مواصلة الدروس خلال حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة كورونا، تمكنت منصة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخل من مواكبة الطلبة داخل منازلهم. الفريق التربوي للمدرسة نجح في التجربة المبتكرة للتعليم عن بعد من خلال إنتاج أزيد من 200 دعامة. هذه المبادرة تندرج في إطار التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وضمان عن استمرار العملية البيداغوجية. المزيد عن هذا الموضوع في ربورتاج بكر دليمي ومحمد يداز. بمجرد انتقال النظام التربوي في المغرب من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بعد طبقا لقرار الوزارة الوصية، قامت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخل بتعبئة فرق تربوية لوضع خطة عمل تهدف إلى اعتماد تدابير للتكوين عن بعد بشكل فوري، ترتكز على أنظمة معلوماتية وشبكات آمنة. كيف لاحظتوا معنا الصباح انطلقت عملية إلقاء الدروس عن بعد، وخدمنا بالمنصة الإعلامية زوم ميتين.
دونك دوبوي الديبيو نتاع الكونفينمون، وكيف قررت وزاره التربيه الوطنيه والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، دونك الجامعه ديالنا والمؤسسه ديالنا استعنت بعده وسائل و تقنيه ومتطوره وجد حديثه لضمان الاستمراريه البيداغوجيه ولضمان كذلك الجوده ديال التعليم. دونك الطلبه تمكنوا بانهم يستافدوا من هذه المنصات الاعلاميه دونك باش يتابعوا الدراسه ديالهم عن بعد. يعمل جاهدا الفريق التربوي للمدرسة على إنجاح التجربة المبتكرة للتعليم عن بعد من خلال إنتاج أزيد من 200 دعامة ومقاطع فيديو وعرض الشرائح. هذه المبادرة تندرج في إطار التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. اتخذت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدخلة مجموعة من التدابير للحد من انتشار هذا الوباء، ومن بين هذه الإجراءات تفعيل الاستمرارية البيداغوجية، وذلك بتسجيل مجموعة من الدروس كمحتويات رقمية استفاد من الطلبة عن بعد، وذلك عن طريق مجموعة من التطبيقات وبرامج يعني معروفة. ولضمان مواصلة الدروس خلال هذه الظرفية الدقيقة، تمكنت منصة والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير من مواكبة الطلبة في دروسهم داخل منازلهم. هيئة التدريس بالمدرسة قدمت بدائل تربوية مثل قنوات اليوتيوب ومجموعة الواتساب والبريد الإلكتروني وغيرها. أود التحدث عن عملية مدرسة عن بعد والتي تعتبر عملية قد لبت نوعا ما المطلوب منها بدرجة معينة من النجاح، باعتبار التزام أغلب الأطراف معينة من أطر إدارية وأساتذة وطلاب، وكذلك عبر مختلف الوسائط الإلكترونية التي قد تتكيف إمكانيات الطلاب حسب ولوجهم للشبكة والمتوفر لديهم. فرغم الصعوبات التي نعي بها كطلبة والتي وجب أن يعي بها مختلف مسؤول القطاع في هذه العملية باعتبارها لا تعود بشكل متكامل الدروس الحضورية، إلا أنها وفي خضم هذه الظروف توفر على الأقل الأساسي والضروري للحيول دون ضياع السنة الدراسية ولتحصيل المعارف الأساسية. هذه الوضعية الاستثنائية أثمرت بالرغم من صعوبتها عن تجربة تعليمية جديدة في المغرب ينبغي تعزيزها بمفاهيم جديدة وأدوات ضرورية. هذه الأزمات ليست مناسبة لاستخلاص الدروس فحسب، بل هي كذلك فرصة للابتكار وتقديم ما هو أفضل. جائحة كورونا أرخت بظلالها على عديد القطاعات والمجالات التي تأثرت بشكل كبير نتيجة تداعيات هذا الوباء العالمي. من هذه المجالات قطاع تنمية إبل السباقات الذي انتعش بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بمدينة طنطان بعد إحداث واحدة من أكبر حلبات السباقات بالقارة الإفريقية. ممتهن هذا الصنف من المنافسات التراثية اشتكوا تجميد أنشطتهم في ظل هذه الجائحة. ربورتاج حافظ محضار غالي الكارحي وعبد الرحيم حاجي. ميدان الشيخ زايد لسباقات الإبل بضاحية الطنطان هكذا أضحى المكان بعدما كان يعج قبل تفشي الجائحة العالمية بالمئات من رؤوس إبل السباقات التي رابطت بالموقع منذ سنوات. منمو القطعان التي باتت تختص في هذا الصنف من المنافسات التراثية يشتكون اليوم الضرر الذي لحقهم بعد تجميد أنشطة هذه الحلبة بسبب تداعيات وباء كوفيد-19، توقيف أثر بشكل كبير على الجاهزية التنافسية لقطيع السباق. يعني هذا الميدان ديما عايش فيه فوق 600 شخص ولا 400 شخص بكسيبته ودير سباقات الهجان ودير الرياضة فيه، ولكن اللي وهذا توقف على الصعيد العالمي كامل، توقف في دول تحت هناك باقي كدول العالم، غير أن هذه رياضة خاصة، هذه رياضة خاص كلها يفهم عنها ما كيف الرياضة الثانية. يعني هذا الحيوان يالتو يتم يدرب يوميا، يالتو عنده باب مفتاح يفتح له الباب الحلابة تعود يدرب يوميا باش ما يضيع لك، إنك إلا رخيتو سرح راه أخصك عليه عام ولا عامين باش تطلعوا زايلة، تطلع زايلة مولي من جديد. وحنا هذا التراث ديال الآباء والأجداد، وهذا سيدنا الله ينصره ويوصي عليه، وحنا ما بغيناه يضيع أصلا، بغيناه يبقى مستمر،
وهذا الوباء قطعا عنه جاء فوق العالم فوق الجميع، ولكن لا بد من أي مساعدة بطريقة باش تساعد هذو الناس وتساعد هذه الكسيبة اللي تستمر في هذا الميدان، مش ما توقف على الأقل التداريب، وهي الحمد لله عند الوسع فاش تدرب. هو تراث خلفه الأباء وانعشه الجيل الحالي بفضل تضافر مجموعة من المبادرات المحلية التي تحظى بدعم دول شقيقة أسهمت في إعادة الروح لهذا الموروث الشعبي بعد تصنيف موسم الطنطان كتراث عالمي. تداعيات وباء كورونا أرخت بظلالها على أنشطة ممتهني هذا الصنف من المنافسات التراثية التي باتت معلقة إلى حين إعلان السيطرة نهائيا على هذه الجائحة العالمية. انجذ الوباء نقفل الميدان، نقفل هذا ميدان الشيخ زايد، وعات الناس والكسابة من ضرة الناس اللي رخات حيوانها عاد لها 4 أيمان تسقل عليه وتدرب وتدبو من أجل هذا تحتفظ على هذا التراث، ومن أجل تبقى عندها المراكب وتبقى عندها مراكب السباق ومراكب الاستعراض لا مقاقير والسباقات. واليوم منين جاء الوباء توقف كل شيء. احنا ضريك اللي رسالتنا نبغوها للناس المعنيين بالأمر عن الكسابة راهي من ضرة، وعن مجموعة السباقات الهجن من ضرة. الكسابة ما عندها من الخلاص ولا عندها من شيء يشمه وشي اللي يجيبه من البادية، شيء من الحي يجيبه من البادية، مع هذا الحجر الصحي ما تلي قد يبيع شيء ولا تلي قد يشتري شيء ولا تلي قد يجيب شيء. أبغينا الناس المعنية بالأمر والمسؤولين الله يجزيهم بالخير والإحسان يردوا العين الاعتبار للكسابة. الميدان هون خاصة ياسر من الدعم اللي بها اللي كانت تمارس هذا الأنشطة اللي هي الزلب اللي معترف بها عندها الصحراء، ومنين جاء هذا الوباء اللي هو كوفيد 19 توقف اللي هو، ونطلب من السلطة عنها ترد تشوف هذا القطيع اللي عايش فيه ذا الشريح من المجتمع بعين الاعتبار به اللي يتضرر. الحالة بتشوفوا فيها متوقفة ذي هي، والكسابة كلها منين قاس ذهوم مزالوا يعلفوا والعلف ذلك مرتفع، ونظروا الدولة تخرص للقاطع اللي ذا هو. قرار تجميد أنشطة هذه الحلبة سيبقى ساري المفعول إلى حين كبح جماح الجائحة العالمية، وإلى ذاك الحين يستمتع القائمون على أنشطة الحلبة من ممتهني سباقات الإبل بإنجازات تحمل بصمة الميدان هي اليوم موسومة في ذاكرتهم. الآن وصلنا إلى الفقرة الخاصة بجديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد في قراءة لغالي الجرحي. نستهل قراءتنا لجديد الصحف الصادرة يوم غد الخميس من صحيفة الأحداث المغربية، وكتبت تلقت البوليساريو وراعيتها الجزائر ضربة موجعة في إسبانيا بمنع المحكمة العليا وضع أعلام البوليساريو في الفضاءات العامة والمباني الحكومية. وحسب قرار المحكمة فإن استخدام الأعلام أو الشعارات أو الرموز الرسمية مثل تلك التي تستخدمها البوليساريو في المباني والأماكن العامة لا يتوافق مع الإطار الدستوري والقانوني الحالي أو مع واجب التحفظ والحياد المفروض في الإدارة الإسبانية. وشدد حكم المحكمة العليا على أنه لا يجب أن يكون علم البوليساريو سواء بشكل مؤقت أو بشكل دائم إلى جانب علم إسبانيا والأعلام الأخرى القانونية والرسمية. وتأتي هذه الخطوة من طرف العدالة في إسبانيا بعد أن سبق لوزيرة الخارجية أن أزالت علم جبهة البوليساريو من خريطة إفريقيا نهاية شهر مايو الماضي بمناسبة الاحتفاء بيوم إفريقيا. وارتباطا بذات الموضوع، صحيفة برلمان كوم الإلكترونية كتبت بعد صفعة شهر مايو الماضي بمناسبة احتفاء بيوم إفريقيا تلقت جبهة البوليساريو ضربة موجعة، وذلك بخصوص قرار منع المحكمة العليا الإسبانية وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد الاستخدام المؤقت أو الدائم للإعلام غير الرسمية أو أي تعبير سياسي آخر سواء داخل المباني العامة أو خارجها. ويشكل قرار المحكمة هذا انتهاكاسة لجبهة البوليساريو التي تخسر مرة بعد أخرى المزيد من المساحة في إسبانيا بمنع العدالة وحظرها استخدام شعارات وأعلام خاصة بالجبهة في الأماكن العامة. صحيفة جود الإلكترونية كتبت في آخر مستجدات الإخبارية ذكر مصدر أمني مأذون أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون تمكنت ليلة أمس الثلاثاء بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية بالإطاحة بمشتبه فيهما تتراوح أعمارهم ما بين 28 و30 سنة من ذوي السوابق القضائية، أحدهما مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك من أجل قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الشيرة المخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة. وقد جرى إيقاف المشتبه فيهما متلبسين بحيازة كمية من مخدر الشيرة موجهة للترويج. عملية التفتيش التي باشرتها عناصر الشرطة بداخل مسكن كل واحد منهما أسفرت عن حجز 377 صفيحة من مخدر الشيرة بلغ وزنها الكلي 31 كيلوغرام و87 جرام.
وكذا 10 كبسولات من مخدر الكوكايين بلغ وزنها الإجمالي حوالي 3.7 جرام، بالإضافة إلى حجز مجموعة من السكاكين والهواتف النقالة وكذا مبلغين ماليين مهمين وسيارتين نفعيتين. يومية الصباح كتبت في عدد الصدر يوم غد الخميس: قدمت مجموعة العمران لنزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مؤخرا خطة لاستئناف العمل بأوراش البناء والتهيئة على مستوى الجهوي في اجتماع حضره رئيس وأعضاء إدارة جماعية لمجموعة العمران والكاتب العام والمديرون العامون لشركات العمران الجهوية والمديرون الجهويون للإسكان وسياسة المدينة. وقالت مصادر الصباح إنه تم خلال الاجتماع الوقوف على مستوى تقدم أوراش المجموعة حسب كل جهة، إضافة إلى عرض الأهداف والظروف التي تسمح بإعادة الانطلاق التدريجي والمنسق للأشغال والرفع من وتيرتها على مراحل بتشاور مع السلطات الترابية وباقي المؤسسات وفق الإجراءات التي اتخذتها بلادنا لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة الجميع. ومن يومية الأخبار نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة يوم غد الخميس، وكتبت: دخلت مقتضيات القانون رقم 3020 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأصفار والمقاولات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية، وسيتيح لمهني القطاع السياحي تخفيف الضغط على ماليتهم وتجنب خطر الإفلاس بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. ويهدف هذا القانون الذي صدر في العدد 6887 من الجريدة الرسمية إلى تجنيب وكالات السفر وشركات الطيران والمؤسسات الفندقية والنقل السياحي تقديم تعويضات مالية للزبائن على الرحلات والخدمات الملغاة بسبب أزمة كوفيد-19، ويسمح القانون لمهني القطاع السياحي بالمغرب بأن يقدموا خدمات بديلة للمتضررين بدل تعويضهم ماليا من خلال منحهم وصلا بدين مساويا لمجموع المبالغ التي قام الزبون بأدائها برسم العقد المفسوخ بعدما يصبح هذا الأخير مفسوخا بقوة القانون. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم الشريف زين العابدين عن عمر يناهز 64 سنة، الفقيه ينتمي لقبيلة كنت أهل الشيخ. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم بالعيد والباري والبرنوس عن سن تناهز 86 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة دبلال. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة كلثوم من تحضيه للبشير عن سن تناهز 74 سنة، الفقيدة تنتمي لقبيلة سيد الحسن أيت بومقود. وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة بصير إلى نعيمة من مولاي علي سيد إبراهيم عن سن تناهز 63 سنة، الفقيدة تنتمي لقبيلة شرفاء أرقيبات المذنين. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة كلثوم من تباهية توفيت عن سن تناهز 62 سنة، الفقيدة تنتمي لقبيلة تيتوسا أقوارير. تغمد الله الجميع بوسع رحمته واسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وفيما يخص التوقعات الجوية المنتظرة ل 24 ساعة قادمة بحول الله، من المنتظر هبوب زوابع رملية كثيفة بالأقاليم الجنوبية، يرتقب أن يظل الطقس حارا نسبيا داخل المنطقة. فيما يخص درجات الحرارة ستصل إلى 28 درجة بالرباط، 26 درجة بسيدي بني، 32 درجة بقليميم، 36 درجة بأسا، 35 درجة بالزاك، 31 درجة بطنطان، 27 درجة بطرفاية، 29 درجة بالعيون، 35 درجة بسمارة، 34 ببكرة، و 26 درجة ببجدور. كما ستصل درجات الحرارة إلى 35 درجة بقلت الزمور، 36 درجة بمطريقة، 26 درجة بالدخلة والكويرة، و 32 درجة بأوسرد. حالة البحر بالواجهة الأطلسية: سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج ما بين إلى هادئ ما بين طرفاية وبجدور، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب الداخل، وقليل الهيجان على طول الساحل الأطلسي. شروق الشمس في مدينة العيون سيكون بحول الله على الساعة 7 صباحا ودقيقتين، وغروب على الساعة 8 مساء و40 دقيقة. درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا ستصل إلى 31 درجة بنواذيبو، 29 درجة بنواكشوط، 41 درجة بأطار، 43 درجة بكيهيدي، 45 درجة بتودني، 37 درجة بزويرات، 45 درجة بالرابوني، و 39 درجة بتندوف. وقبل الختام هذا تذكير بالعناوين:
وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 56 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمملكة إلى 7922 حالة وتعافي 456 حالة. المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي طقم تشخيص لفيروس كوفيد 19 مغربي 100%. وبالعيون اجتماع للجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية لتدارس وضعية بعض القطاعات الاقتصادية لبحث سبل إنعاشها. هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وفي أمان الله.